ناخدك في تخصصك شوية دكتور، وأنت الخبير الأكاديمي والمؤهل إنك تقول لنا على تجربة شركة فاليو والمتوقع وتقييمك لهذه التجربة أو توقعاتك لهذه التجربة. اشرح لنا شوية لأن إحنا اجتهدنا، بس ما فيش أفضل منك احكي لنا على هذا الموضوع. يعني اسمح لي يا كابتن عدلي، طبعا أنا بشكر حضرتك على المقدمة. شركة فاليو واحدة من التجارب الجديدة يمكن على السوق المصري، ويمكن إن إحنا عندنا خدمة رئيسية. أي نادي رياضي طبعا هو نادي رياضي كبير بحجم النادي الأهلي، بحجم البنية التحتية اللي موجودة عنده دلوقتي، بحجم الفروع الأربعة اللي موجودين دلوقتي داخل محافظة القاهرة. كان النهاردة بيفكر في إن إزاي يمكن كل الأفراد بتوع المجتمع اللي عندهم طموحات للتواجد داخل أسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي الكبيرة في الفروع الأربعة. فالنهاردة ده مهم إنك تقدم حلول تمويلية لإزاي للخدمة الرئيسية، لأن العضوية سوف تظل الخدمة الرئيسية للأندية الرياضية وخاصة المصرية نتيجة طبيعة العضوية اللي موجودة في الأندية المصرية، ويمكن دي فريدة مش موجودة في كل حتة في العالم. شكل العضوية المركبة اللي بتتوالد من جيل لجيل آخر، يعني النهاردة بتبص تلاقي حضرتك ابنك بعد 22 سنة بتفصله وبتبقى محتاج مصاريف أيضا للفصل، بتبقى عايز البنت العضو النهاردة لما بتبقى موجودة في النادي أيضا بتتفصل بعد ما توصل للسن القانونية، ثم يأتي زوج، عملية بتحتاج لعملية تمويل مستمرة مدى الحياة. يمكن النموذج ده في العضوية مش موجود غير في الأندية المصرية. وكمان رسم العضوية اللي بيتم سداده في البداية، في بعض الأحيان بعض الأفراد بيبقى عندهم طموح أن يكونوا معاك جوه في الأسرة بتاعتك، بتتوافر فيهم الشروط لكن التمويل ساعات بيبقى واقف حاجة. فكان لابد أن احنا نفكر في الحقيقة في حلول، ويمكن احنا قدمنا تجربة فريدة. النادي الأهلي بيقدم تجربة فريدة، ويمكن البعض لما احنا يعني تعاقدنا مع فاليو فيهم التعاقد بشكل شوية مش بإطاره الصحيح. هو نوع من التسويق اسمه التسويق التعاوني. النادي الأهلي عنده خدمة وهي تسويق خدمات العضوية، وفاليو أيضا عندها خدمة وهي عملية التمويل، الحلول التمويلية. فبالتالي الخدمتين هنا بيشتغلوا مع بعض، وده عقد جديد خالص لأول مرة يتم عمله في السوق المصري، يعني ملوش علاقة لا بعقود الاستغلال الإعلاني ولا بعقود الرعاية الرياضية التقليدية اللي احنا متعودين عليها. فاحنا عملنا الحلين دولت خدمتين جداد، احنا بنقدم خدمة وهما بيقدموا خدمة، بنسوق خدمتهم وهما بيسوقوا خدمتنا في صالح المستفيد الأكبر من التسويق. الخدمتين دولت هو من يرشح لأن يكون عضوا، مش بس كده اللي عايز يترشح يكون عضو في سواء في الشيخ زايد أو في المقر الجديد إن شاء الله في القاهرة الجديدة، لا ده كمان الناس اللي عندها بعض الاستخدامات المالية جوه النادي، زي ما أنا ذكرت عايز تفصل ابنك فأنت بتضطر تدفع مبلغ مالي، محتاج إن المبلغ المالي ده تخصصه بشكل معين أو تسدده بطريقة أكثر يسرا بطريقة أكثر سهولة. وفي الحقيقة ده أحد الحلول اللي بتقدمها كمان شركة فاليو. إحنا كمان واخدين حقوق حصرية من شركة فاليو. في الحقيقة هو النادي الوحيد اللي يمكن تقسيط عضويته على مدار 10 سنين، لا يمكن أن شركة فاليو أن تقدمها لأي نادي آخر داخل السوق المصري في الحقيقة. وده واحدة من المميزات اللي إحنا بنحرص عليها أن إحنا نقدمها دايما لأعضائنا، بنقدم لهم حلول تبقى فريدة بالنسبة لهم وحصرية أيضا لعضو النادي الأهلي في الحقيقة. ده كان مع شركة فاليو. كمان مش بس كده يعني نقدر نعمل ده بس، ده كمان الاشتراكات سواء في الأكاديميات الرياضية سواء كانت في الأنشطة المختلفة جوه النادي الأهلي داخل جدران النادي الأهلي، تقدر أنت تستخدم أيضا حلول التخطيط على مدة تتراوح لحد 60 شهر في الخدمات البسيطة دي. فبالتالي أصبح كل أحلامك تستطيع أن أنت تحققها داخل جدران النادي الأهلي، وتستمتع بخدمة جيدة، تستمتع بممارسة أيضا ممتعة في الحقيقة. إحنا كمان بدأنا بالفعل على طول، يعني يمكن إحنا وقعنا يوم الأربع على ما أعتقد، في اليوم التالي مباشرة الحمد لله شركة فاليو دخلت النادي الأهلي، تم تدريب العاملين على آليات التحصيل والنماذج بتاعة السداد وكيفية تقسيط الاشتراكات، وبالفعل بدأوا معانا العمل من اليوم التالي مباشرة للتعاقد. وأعتقد أن دي تجربة فريدة، ودايما النادي الأهلي رائد في كل أفكاره، بيفكر خارج الصندوق زي ما بيقول. دكتور سعد، أنا وأنا بتفرج دلوقتي وبسمع كلام حضرتك المهم، أتذكر وعايز أربط بين تجربة تسويق العضويات خارج حدودنا اللي تمت وإحنا في الإمارات،
وربطها بـ 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 بما يحدث، هل هيبقى لشركة فاليو دور في هذا الأمر؟ وحجم التوقعات يعني فوركاست أو دراسة يعني الإضافة أو القيمة المضافة لهذه الشراكة، إمتى نقدر نحكم على التجربة دي وإنها حققت لنا اللي إحنا عايزينه، وحجم القيمة المضافة من هذا الارتباط يعني؟ يعني كابتن عدلي، ممكن الناس دايما بتبقى متابعة النادي الأهلي وبتبقى رصدة تجاربه، لأن تجاربه من أهم مميزاتها إن هي تقدر تستفيد بها المؤسسات الأخرى. خلينا نتكلم على التجربة اللي حضرتك ذكرتها، أول مرة تجربة يتم تسويق العضوية في أي نادي مصري خارج حدود الدولة المصرية. وفي الحقيقة كانت دي تجربة النادي الأهلي داخل دورة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن زي ما تفضل كابتن محمود الخطيب وأعلن في المؤتمر الصحفي بتاع الإعلان عن التسويق التعاوني مع شركة فاليو، إن إحنا كانت المبيعات عندنا في الإمارات العربية المتحدة في الحقيقة كانت أكثر من 43 عضوية. عندما تتحدث على هذا الرقم أنت حضرتك ممكن تتخيله بتصنيفاته، سواء في الشيخ زايد أو في الجزيرة أو في التجمع الخامس إن شاء الله، يعني بنتكلم في المتوسط 250,000. يعني النهاردة بنتكلم في أكثر من 11 أو 12 مليون جنيه مبيعات في أسبوعين. ده يدي لك مجموعة من المؤشرات المهمة جدا جدا جدا. أولا رؤية النادي الأهلي لأنه إزاي يولد موارد جديدة وطيارات جديدة من العوائد في الحقيقة، لأن حجم الإنفاق الكبير اللي مطلوب من النادي الأهلي عشان يقدر يبقى مؤسسة وطنية رائدة كما كانت منذ إنشائها في الحقيقة، لأنه دور وطني في أنه يوفر كل فرص الممارسة لأبنائنا داخل القاهرة الكبرى في الحقيقة. ده كان بيتطلب مننا مبلغ كبير، ويمكن كابتن محمود أعلن أن إجمالي الاستثمار اللي ضخه النادي الأهلي خلال الأربع سنين 1,600,000,000 جنيه. فدايما يمكن البعض بيفكر ان الاهلي غني، ولكن الاهلي غني بابنائه، غني بافكاره، غني بقدرته على انه يولد، لكن عنده متطلبات ضخمه ضخمه للغايه. يمكن البعض مش بيبقى واخد باله منها، البعض مش بيبقى واخد ان النهارده عندك رواتب للعاملين في النادي الاهلي، عندك فرص توظيف في المشروعات الجديده. يمكن انا ذكرت مع حضرتك النهارده احنا في مشروعين اثنين بس موفرين 400 وظيفة. فبالتالي احنا دايما بنحاول، مجلس ادارتنا دايما بيحاول ان هو يفكر في سبل جديدة للتمويل. ولما عملنا تجربة الامارات في الحقيقة، لما تبيع 43 عضوية في مدة لا تتجاوز 10 ايام، واخد بال حضرتك، ولسه ما كانش عندنا البروموشن القوي قوي، ده احنا كنا معتمدين على ابنائنا من الجالية المصرية المحبين للنادي الاهلي في النادي المصري، النادي الجالية المصرية في دبي وفي عجمان وفي الفجيرة وفي أيضا العين. في الحقيقة كنا حريصين كمان أن كل الإجراءات دي تخلص وتاخد الكارنيه بتاعك وانت موجود هناك، ودي أعتقد برضو حاجة ما حصلتش قبل كده. ده بيبين لك حجم الطلب بقى، وهنا نقدر نقول لا، النادي الأهلي هو يعني النادي ده تأكيد على جماهيرية النادي الأهلي الرائدة في كل الدول العربية. ده حجم الطلب الحقيقي عندما تقول أنني أشجع النادي الأهلي وعندك رغبة في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي. ده مؤشر مهم جدا لمكانة النادي الأهلي السوقية فيما حتى يتعلق بكمان بالعضوية. وانت حضرتك تخيل الرقم المالي اللي احنا بنتكلم، لا ده انت بتتكلم على رقم مالي كبير جدا، مش بتتكلم على انك بتشتري تشيرت مثلا ب 1,000 جنيه أو ب 800 جنيه، لا انت بتشتري عضوية ليك والاجيال اخرى، فانت عايز اجيالك دي تنتمي للنادي الاهلي. كمان دي تعكس لك الناس شايفه النادي الاهلي ازاي، شايفه النادي الاهلي وشايفه تجربته وشايفه تطوير البنيه التحتيه، انه عارف انه هينضم لمجموعه من الانديه هيتمتع بخدمات تتميز بمستويات عاليه جدا من الجوده، ملاعب شايفها بشكل كويس، النهارده شايف صالات بتتبني في فرع زايد، وايضا شايف البنيه التحتيه اللي احنا عرضناها في مؤتمر فاليو. يعني يمكن الناس كانت بتسالنا هو فين التجمع؟ احنا في المؤتمر، ويمكن لو حضرتك واحنا برضو بنسالك هو فين التجمع؟ امتى التجمع؟ يا ريت تعرض الفيديو يا كابتن عدلي اللي تم عرضه في المؤتمر بتاع فاليو. احنا كنا حريصين عشان نقول للاعضاء اللي عندهم رغبه في التفكير في التجمع يشوفوا مستوى التقدم. يمكن احنا نسب الانجاز عندنا تجاوزت 80%. لو حضرتك عرضت الفيديو هتشوف المبنى الاجتماعي متغطي، بيتفنش فيه بعض التركيبات النهائية، بتشوف المسجد كامل
بتشوف المبنى الاداري كامل، بتشوف الملاعب واسوارها ركبت بالكامل النهارده، فبتشوف كل الاسوار وكل بوابات التجمع. فاحنا بنتكلم في خطوات متقدمه جدا في التجمع على بعد اميال يعني من نهايه السباق، ان احنا نفتتح ان شاء الله في وقت قريب جدا 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 جدا. يمكن مش قادرين نقول وقت محدد، لكن عندنا رؤيه للوقت المحدد ده، لان حضرتك عارف التغيرات اللي بتبقى موجوده في الكيرفات بتاعت الجائحه، فبتبقى العماله النهارده مش موجوده، لكن احنا ان شاء الله في النهايه عندنا فتره قريبه قوي قوي قوي. قدمنا كل الحلول الممكنه اللي انت تقدر النهارده تسهل عمليه الانضمام ايضا، وبرضه الناس بتتكلم طب عمليه الانضمام دي، لا احنا عندنا نظام اساسي بيحكم العضويه، برضه ده مهم جدا الناس تبقى واخده عارفاه. عايزين الناس اللي تيجي تبقى هي كمان عندها تناغم مع بعضها البعض، ده بنقدر نعمله. الاعضاء اللي جايه دي في هارموني ما بينهم عشان نحقق لهم السعاده في اطار المجتمع الكبير اللي هو مجتمع النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. احنا كمان عندنا حاجه مهمه دلوقتي احنا كمان فخورين بيها في النادي الاهلي قوي. انت النهارده كمان احنا بنبني الجيل دلوقتي، زي ما كابتن محمود كان بيذكر ان احنا بنبني بنيه تحتيه تكفي 40 سنه. اه احنا كنا عارفين ان احنا بنبني 40 سنه، الناس هتقول ازاي بتبنوا ال 40 سنه؟ لو حضرتك النهارده من سكان زايد وابنك كبر وبقى عنده 22 سنه وانفصل وكان جامعته في التجمع وبعدين بقت عمله فرص عمله في التجمع، فعنده استعداد يروح النادي بتاعه، النادي الاهلي ما سابوش في التجمع. لو هو موجود في زايد وعايز يروح مدينه نصر هيبقى موجود النادي الاهلي في مدينه نصر. لو هو ايضا رجع تاني للقاهره في نص البلد القاهره القديمه هيرجع تاني يلاقي المقر الرئيسي والتاريخي للنادي الاهلي في الجزيره. انت بتدي النهارده تكامل الاستمتاع بخدمات النادي الاهلي النهارده، دي حاجه احنا يعني برضو بنبص لها بشكل كبير جدا. لكن في النهايه احنا عندنا متطلبات ماليه ضخمه ضخمه ضخمه، وفي نفس الوقت احنا بنفكر في حلول توفر لينا هذه المتطلبات الماليه، اللي احنا كل يوم عندنا مشروع جديد عشان نستمر في توليد ايرادات جديده ونستمر في رياده النادي الاهلي، لان الاثنين بقوا بيكملوا بعض زي ما دايما يعني رموزنا في النادي الاهلي عودونا دايما ان الاداء في ارض الملعب ده مش بس هو اللي بيتم النتيجه دي، وراها تدفقات ماليه عشان تقدر تحافظ على الانجاز. وانت حضراتكم شايفين العالم الخمس ست انديه الكبار هم دايما اللي بيبقى عندهم اداء مالي جيد، وده اللي بيخلي النادي الاهلي دايما يبقى موجود في الرياده.